محمود ضعنا في الصورة قبل أقل من 3 ساعات على انطلاق موقعة المغرب والبرتغال. هنا الدوحة لا تتحدث سوى بألوان المنتخب المغربي. نعم. كل الأنظار تتجه بعد قليل نحو استاد السمامة، وقد اتجهت بالفعل أعداد كبيرة منذ ساعات نحو استاد السمامة للتواجد مبكرا ودخول استاد المباراة مبكرا. أعداد كبيرة من المنتخب المغربي تدعم أسود الأطلس، في مقابل أعداد قليلة بعض الشيء تدعم المنتخب البرتغالي، وإن كان بعض الجماهير قد وصلت مساء أمس إلى الدوحة وإلى مطار الدوحة تحديدا استعدادا لدعم المنتخب البرتغالي الذي يعاني من بعض الأزمات، وأهمها بالطبع أزمة النجم الأشهر كريستيانو رونالدو مع المدير الفني المخضرم سانتوس، ويبدو أن تلك الأزمة سوف تطل برأسها على تلك المباراة. لكن المغرب اليوم بسنت على موعد مع التاريخ، إذا كانت مباراة أسبانيا هي مباراة الإنجاز، فإن مباراة اليوم أمام البرتغال هي مباراة الحلم الكبير على ملعب السمامة، ليكون المنتخب المغربي إن شاء الله أول منتخب إفريقي يتأهل للمربع الذهبي في تاريخ كأس العالم، وهو إنجاز لو حدث بسنت سيكون إنجازا تاريخيا غير مسبوق على الإطلاق. اليوم تحدي كبير بين زياش وحكيمي من جانب، وكريستيانو رونالدو وبرونو في الجانب الآخر، وهي مباراة فنية قوية على مستوى الأداء. نعم. وإن كان المنتخب المغربي يعاني كثيرا من مستوى الإصابات وعلى مستوى الإجهاد، التدريبات الأخيرة بسنت للمنتخب المغربي شهدت معاناة المنتخب المغربي من الإرهاق بشكل كبير وكذلك الإصابات، والدليل استغلال المدير الفني والجهاز الطبي لفترة الراحة ولمحاولة تجهيز عدد من اللاعبين المصابين، لكن نايف أكرد على سبيل المثال ربما يعاني كثيرا للحاق بتلك المباراة وقد قضى لعمليات استشفاء كبيرة، كذلك نصير وعدد من زملائه يعانون من إجهاد واضح وتدربوا بشكل فردي مع أخصائي العلاج الطبيعي والتأهيل أملا. نعم. في اللحاق بتلك يعني المباراة يتمنى حظ سعيد كذلك بسنت. هناك نتمنى حظ سعيد للمنتخب المغربي. لدي سؤال سريع، وهو ماذا لديك حول موقعة حامل اللقب منتخب فرنسا أمام إنجلترا في دور الثمانية؟ هي مباراة قمة أوروبية عالمية في استاد البيت بسنت كما تعلمي بين إنجلترا وفرنسا، وتحدي كبير بين عدد كبير من النجوم، لكن ما أستطيع نقله من تلك الأجواء المحيطة بتلك المباراة الكبيرة هو استقبال مطار حمد الدولي بالدوحة أعداد كبيرة من المشجعين مساء أمس قادمين من إنجلترا وفرنسا على وجه التحديد لمساندة كلا المنتخبين الكبيرين اللذان يحظيا بدعم كبير على المستوى الجماهيري، حتى وإن مال البعض إلى المنتخب الأرجنتيني على سبيل المثال أو المنتخب البرازيلي الذي خرج بالفعل من البطولة، لكن تلك المواجهة سوف تحدد كثيرا من شكل المونديال ومن شكل اللقب في النهاية، خاصة في ظل ترشيح فرنسا للقب وكذلك المنتخب الإنجليزي. نعم. الذي يسير بخطى ثابتة، كلا المنتخبين لا يعاني نقصا كبيرا في الصفوف، وأعتقد أننا مباراة للتاريخ قطعا. سنرى محمود، أشكرك مفد القاهرة الإخبارية محمود شوقي.